أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد.
حاب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامه.